اسمع العظيم والله ثم والله ثم والله اني يمكن اعطيكم اياها كاش يعني بعترف به اعتراف هذا انا من الناس يمكن تقدر تقول كذا شخص معين في ناس يطلبون ليش ما تشارك بس في ناس معينين داعمين لي للوقت هذا يمكن اسامي معدده يمكن ثلاثه او اربع داعمين قويين بالبرنامج فمتابعين لبرنامج الواقع والله العظيم نجوق لاحمد كت الدرج يجوني يطالبوني من ايام كاريزما من ايام البزنس والله اقسم بالله يعني, يعني ما انا ما انا متابع لكن ما كنت تطريهم تغرد عنهم لا مغرد باله باقي بباله انا بتكلم عن مثلا انا ما كان في بالي مشاركه ابدا يطالبوني فيني من ايام كاريزما وايام البزنس اوكي اخر شيء سووا يوم انهم خلاص قالوا هذا ما في طب ليش ما يشارك خلنا نطلب ضيف للبزنس وشاركت به وبعدها وش صار يوم جيت سكريبت قام نبيك نبيك يزيد قلت على مواجع على مواجع انا ما قال وانا والله اني ها تردد بس يوم عاد انقبلت وشفت الناس اللي هاقين فيني شيء كبير والله العظيم يا رجل انها مسؤوليه كبيره قلت والله ان شاء الله اني ما خيب ظنها لا يجيب اللي عندي كله خيره يا رجل سمعت الحمد لله يا رب لك الحمد كلته خيره في خيره يا اخوي شوف لو اني مسجل ولو قصورهم في الباقيين بس شوف شوف الاشكال الحلوه اللي معي لا بعد زولي ياخرك الله للشيء بعدين من افخم النسخ سكريبت نسختها الله ينسخهم واحد واحد الله ينسخكم ان شاء الله ايش تدعي لا انا من الناس حتى سلطان يقول لي مسكني